مصطفى شوبير. مصطفى شوبير، مصطفى شوبير ده من الارقام اللي هي يعني هو على فكره في شهر 3، وبرده ارقامه بتحمل رقم 8 في البدايه. فانا بقول ان ده جاي له او حد بيرتب له الحاجه، بس هو جاي له عرض جامد جدا جدا جدا. يعني انا ممكن اسميه هتلر الشبكات بعد كده. هتلر هيبقى جاي له عرض يعني هيحترف؟ يعني هو دلوقتي هو محطوط ولا هيجي له عرض احتراف؟ لا، ما انا مش عارفه، بس هو عنده مفتوحه معاه ارقام حلوه. مصطفى شوبير ربنا هيكرمه في 24. 24 عنده كرم جامد جدا. وبعدين يعني لا هو يعني لا هو طاقه قويه جدا جدا يعني واصل يعني. مصطفى شوبير ارقامه بسم الله ما شاء الله معديه معديه. رغم ان هو مر طبعا بفترات كانت فيها انتكاسات والكلام ده كله، لكن هو لا هو الفترات اللي جايه من الاوائل يعني من الاوائل. 24 مفتوحه وكلها خير لمصطفى شوبير. وحياه ابوك تبقى تجيب لي بقى فطيره مشلتته ولا اي حاجه. ده مدامها تجيب لك فرن فطير مشلتت. ماشي، نفتح فرن عيش برضه فلوس. والكابتن شوبير راجل كريم برضه. لا, لا 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 هو ابن شوبير صح؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله انا قلت كلام صح. لا انت لا لا هو انا بقول ان هو ارقامه هايله مفتوحه على يا رب ربنا يكرمه. يعني لا عنده يعني هياخد لقب مصطفى شوبير. هو شوبير ده هيتقال، بس هو هياخد لقب تاني على شوبير، مش هيبقى مصطفى شوبير، هياخد لقب تاني. هتلر الشباك. هتلر الشباك، ايه رايك انت اللي قلتي؟ لا هو انا بقول لك انت هتبقى هتلر الشباك. يا الناس هتبقى هو، بس هو في ناس او تواريخ تبقى انت لما بتشوفها كده بتبقى مخضوض. هو هيبقى كده قدام الشباك، اللي هيبقى قاعد كده هو عنده طاقه، او هو شغال على نفسه في حاجه، بس هو عنده طاقه جدا ان اللي هيبقى قدامه لا ينجو من مكره. الكروي. اما المكر ايه بقى؟ ايوه الكروي. كروي بقى كروي. طيب محمد الشناوي. محمد الشناوي ده برج القوس يا جماعه، وده شاف ايام سودة 2023، يعني ما مرش عليه اوقات ما كانتش على مستوى حياته الشخصيه ولا الكره؟ الاثنين. لكن هو الشناوي عنده عروض جامده جدا جايه له، او في طاقه مفتوحه عليه، ويعني ممكن تبقى طاقه كنوز، اراء حلوه عليه، ممكن فلوس، الله اعلم. بس هو الشناوي رايح لحته حلوه قوي، ويا رب كمهلك على خير يا رب، يستاهلها يعني. هو من ناحيه عنده عروض، فهو عنده عروض فعلا. احلف والله العظيم 500 جنيه كمان على الحته دي. ماشي، بس ده الاعلام كله عارف. انت عارفه ان هيك قريتي؟ اقسم بالله العظيم ثلاثه ما قريت، والله العظيم قريت. هو انت اديتني فرصه يا مؤمن؟ حرام عليك. ده يعني 24 موجود مع الاهلي ولا محترف؟ الشناوي محترف. محترف؟ محترف. محترف. يعني ارقامه ماشيه مع شوبير، لان شوبير هيفتح وهو هيحترف. هو الشناوي ده تفسير الكرة. وانا بقى الشناوي عنده، بص الشناوي هو تاريخ ميلاده هو 22/12، ولكن انا بقول لك في علم الارقام هو اتولد قبلها بيوم. هو 21 ويجي على هوا دلوقتي، وبص يعني بال 100 دولار اللي معايا اتحاسب عليها. هو مواليد 21، 21 بيحمل رقم 3، ورقم 3 بيوديه لحته ثانيه ونقله ثانيه. وانا بقول لك ان هيكلمك ويقول لك ايوه الست دي فاهمه. الست دي مفتريه. الله يسامحك يا كابتن، الله يسامحك على اللي عملته فينا. حسين الشحات. حسين الشحات، بص حسين الشحات هو بامانه بامانه يعني حواليه اقول لك ايه، يعني حوالينا الشر. يعني احيانا بتبقى انت كويس، وتبقى في ناس ربنا بتيجي جنب منك هي اللي حواليها شر، فهو بياخد منهم. فزي ما بقول لك اختار الصديق قبل الطريق. طبعا اختار الصديق قبل الطريق. ده نصيحتي ليه ان هو كده، اختار الصديق، لان هو حواليه لجم، حواليه ناس ملجمه بطاقات سلبيه جدا جدا جدا. لكن هو كويس جدا، بس يخلي باله بس في ارقامه. يخلي باله من الطاقات السلبيه اللي حواليه. يعني بص يعني يبقى يكون حذر جدا، لان هو من الارقام الحساسه قوي. من في ارقام بتبقى حساسه، وفي ارقام نظامه ايه في 24؟ رائع رائع رائع. الدنيا ماشيه معاه ولا في حاجه هتوقفه؟ لا احنا عندنا اتمامات امر، احنا قلنا بقى اتمامات امر كرويه جامده جدا على الكل.
بس بس خلي بالك يا سحس بقى. ايوه خلي بالك وحشة. ويعمل صدقات كتير يعني، يتصدق كتير لانه هو شويه يعني يعمل صدقه يتصدق كتير ويساعد الناس. من الارقام اللي لازم تعمل صدقات كل فتره او يعني على طول يعني، حتى لو يعني يعني يكون مفتوح على الخير على طول يعني عشان تفتح معاه يعني. يعني سلمني نضيف اسلمك نضيف. موديست قاعد ولا ماشي؟ موديست ده اللي هو بص، هو الصراحه يعني ملوش لازمه الفتره دي الصراحه يعني. انا حاسه ان هو يعني مش حاساه ارقامه. لا ما فيش بقى ارقامهم، الناس دي ما عندهاش ارقام. امال عندها ايه؟ لا ما بلاش. ده موديستي ده انا مش حاساه يعني، في ارقامه مش حاساه. وده بيشتم علينا، بيقول علينا ان احنا يعني المهم هو مقطع في فروتنا الصراحه كمصريين. امال كيهود؟ ايوه. ايوه مصريين. فانا مش حباه يعني، من الناس اللي هو دايما بيبص. هو هيفهم اللي انا هقوله ده؟ لا ولا حد حلوف هيقول له الترجمه. قولي بس. لا هو انا مش حابه قوي، او مش وقته دلوقتي يعني، ما هوش طاقته، ما هياش مجديه للي حواليه يعني. هتحط هنا زي ما هنا، هتكمل طريقك، هتحط الطريق هنا، هتكمل طريقك يعني. ملوش لازمه. انت اللي قلت، انا ما قلتش، انا ما غلطتش في حد، انا ست مؤدبه. ملوش لازمه كرويا، ملوش لازمه مع الاهل. ايوه الصراحه. يعني راجل كده هو وقلة واحد. انت اللي قلت يا كابتن. انا ما قلتش حاجه، اتفضل. طيب محمد هاني هيحترف ولا قاعد؟ محمد هاني. انت اديتني محمد هاني. بص هو محمد هاني مديلك محمد هاني وقلت لي طلع عيني في القرايه. ايوه ما عشان كده انا حتى مش لاقي اسمه. هو متى هو بص هو النية عنده ما هي السالكه. محمد هاني مش سالكه، سالكها يا هاني. لكن هو ارقامه ما هيش مش احسن حاجه، مش احسن، لكن تمشي اموره. لكن من الارقام اللي هي ممكن مثلا زي الشناوي كده، لا قعدت حسبت مره واثنين وثلاثه على ان هو عنده دعم. انت معايا؟ بيقول لك في الصوره ليه نيتي بالسلكه اهو، بص عليها اهو. المخرج جايب لك صوره بيقول لك ليه نيتي بالسلكه اهو. والله العظيم ما هي سالكه يا محمد هاني. بالسلكه. أيوة. ارقامه ما هي السالكه معايا، مش ممكن يكون هو يعني، بس ارقامه ما هيش مش احسن حاجه بالنسبه لي. ارقام عاديه تعدي كده يعني زي. طب هيحترف ولا قاعد في الاهلي؟ لا قاعد في الاهلي، قاعد يعني من شويه كده. بص احترافات الاهلي، انا هقول لك على حاجه يعني، الاهتمام بيخلي ثبات للعيب. تمام. وانا حاسه ان النادي الاهلي مش مقصر مع اللعيبه بتاعته الصراحه، فغير الزمالك لا اهتمام ولا بتنجان ولا اي حاجه، والناس كلها عماله تخبط في بعضها. طيب اخر واحد اسم اخترناه في الاهلي كان بيرسي تاو، قاعد ولا ماشي؟ هيجدد ولا هيمشي؟ لا انت ما ده ايوه اديتك بيرسي تاو، ولو مش مدولك اجيب لك تاريخ ميلاده دلوقتي، مش انت عامله لي فيها بتاع وابتدي على الهوا اديني اي رقم انا قلت كده؟ كدابه. ما صدقنيش. طب ممكن نخليه بعد شويه؟ ممكن عادي على بال ما يعني اشوف ال. طيب ماشي، عشان حروفه كتيره جدا يعني. طيب نروح بقى لكابتن محمود الخطيب، اخباره ايه في 24؟ كابتن محمود الخطيب هو قرارات كلها رائعه يعني، ما فيهاش حاجه فيها تاخد عليها. على فكره انا كنت مع حلقه مع استاذ سعيد حساسين، كان مترشح معاه حد اسمه حاجه كده، قول كده. محمود طاهر. محمود طاهر. شفتها الحلقه دي ليكي؟ شفت. كل الناس قال لك محمود طاهر، قلت لهم لا، هو بالليل كان في حد من مدير اعماله او حاجه زي كده قال لي الخطيب وبشركي. فلا انت توقعت نجاح الخطيب؟ شفت الحلقه دي على قناه العاصمه من 5 سنين ولا حاجه؟ ما تكبرنيش يا عم الحاج. ماشي. لسه من كام يوم. من كام يوم ماشي. ايوه هو انا توقعت له كده. كابتن محمود من الارقام القويه جدا، اللي هو مش هيقف عند حد، ومدعوم دايما بطاقات لطيفه وجميله والنيه برضه فوق كل ده. حط نوايا يعني، عنده الدنيا حلوه في 24 يعني، زي ما بقول لك كده قرارات ذهبيه يعني، في قرارات ذهبيه. وزي ما قلت ان الاهلي طالع في حته حلوه قوي، الاهلي مدعوم في حته، ممكن يكون من كابتن محمود، بس هو مدعوم صحيا.
بص صحيا احنا في كل كسوف وخسوف، يعني انا بقول لاي حد عنده مشاكل صحيه وكلام، في كل كسوف وكسوف وممكن اقولها على صفحاتي والحاجات دي كلها، اني ما اعملش تحاليل، لان هتبقى في تحاليل غير مرضيه، مش الكابتن محمود، لاي حد عموما، لكن هو معديه مع ان شاء الله يعني، وهو راجل ذاكر شاكر ربنا يعني، فهو عنده حمايه الهيه يعني، يعني هو عنده حمايه، عنده حمايه، هو يعني من الناس المحميه، ما بيعملش غير كل حاجه حلوه يعني، ايه ما بيعملش غير كل حاجه حلوه يعني، عنده حمايه، يمكن هي الحمايه الالهيه ان هو كل حاجه حلوه فهي قدامه يعني، ربنا يبارك في عمره وانا بحبه جدا. طيب مارسيل كولر رغم ان الاهلي جدد له ماشي ولا قاعد؟ احب انا الاسئله الملغمه دي. مارسيل كولر سيبي بقى، قاعد سيبي. قاعد قاعد قاعد، ده موجود، ده موجود، هو على طول اداني رقم موجود لسه في مصر يعني. مكمل مع الاهلي؟ ايوه مكمل. مش هيمشي؟ لا مش هيمشي. بص الاهلي هيبقى عنده تغييرات في نهايه، بقولها ماشي يعني، في نهايه 12 هيبتدي يحط قرارات لتغيير ناس او يجيب ناس جامده جدا في اخر 12، في نهايه 12 24 ديسمبر 24 هيبقى عنده، الاهلي هيبقى عنده متغيرات رائعه، وهتبقى كلها قرارات صح يعني، كل اللي هيجي هيقول لك لا صح، يعني الناس اللي هتيجي او الكلام ده مدعومه بطاقات حلوه ان شاء الله، وتبقى حاجه صح. مارسيل كولر قاعد؟ ايوه قاعد للاسف. للاسف؟ ايوه. ليه؟ ما بحب، بص انا ما بحبش اي لعيبه بره، انا بحب بتوع بلدي، فعمري ما هدعم. يعني عايز الاهلي يمسكه مدير فني مصري؟ انا نفسي كل حاجه مصري في مصر. ما ينفعش لا اهلي ولا زمالك مدير فني مصري. ما عارف ليه بقى؟ معلش خليك انت في الابراج والكلام ده. لا عارف ليه، عارف ليه؟ عارف ليه ما ينفعش مصري؟ عشان كل الحقد اللي موجود في النوادي والكلام ده كله، ده يقول كلمه شريره، والله العظيم في ناس جامده جدا وتعدي تعدي تعدي. بس ما يبعدوا عن الكل. بتفكريني بالكابتن جوهري، كان دايما وابدا يقول المدرب المصري اي حد مهما كان نجاحاته ما يعترفش. على فكره الكابتن جوهري دي عمتي كانت بتحبه. حب يعني، الله يرحمه الله يرحمه، فضحت سرهم. يعني مارسيل الكرة قاعد؟ ايوه. طيب اخد فاصل اعلاني؟ يا ريت. يا ريت. ماشي.